أبو محمد من اليمن يقول: أقرأ بعد كل صلاة آية الكرسي وأقرأ آخر آية من البقرة، هل فعلي هذا صحيح؟ أما قراءته لآية الكرسي فصحيح، فإن آية الكرسي تقرأ دبر كل صلاة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه دخول الجنة إلا الموت. وأما قراءته لآخر سورة البقرة دبر كل صلاة فلا دليل يدل لذلك، إنما الذي ورد في آخر آيتين من سورة البقرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأهما في ليلة كفتاه. وهذا يدل على استحباب قراءتهما في الليل، والأفضل أن يكون في أول الليل يعني بعد غروب الشمس، إما قبل صلاة المغرب أو بعد صلاة المغرب. وأما أن تقرأ دبر كل صلاة فهذا لا أصل له. ومثل ذلك أيضا بعض الناس يقرأ سورة الفاتحة وبعضهم يجعلها في أذكار الصباح والمساء، وهذا ليس عليه دليل. فينبغي أن يحرص المسلم في الأذكار، في أذكار الصباح والمساء والأذكار التي تقال دبر الصلوات والأذكار التي قبل النوم وغيرها من الأذكار، أن يتقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجتهد في هذا، إنما يتقيد بما ورد. فقراءة آخر آية من سورة البقرة هذا لا يكون دبر كل صلاة، وإنما تقرأ ليلا، والأولى أن تكون في أول الليل.